لقلة فرص التعيينات والتظاهرات الخاصة بالخريجين والشباب المعتصمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مما يؤسف إلي أنه بلد مثل العراق بهذه الإمكانيات والخيرات، نعم، شبابه يتخرجون من المقعد الدراسي ويذهبون للجلوس على الرصيف أو يباتون على الرصيف ويفترشون الشوارع مطالبين بفرصة عمل. ويفترض من الدولة التي تحترم نفسها وتحترم مبادئ الدولة الحقيقية وأسس قيامها أنها تكون قد أعدت خطة لاستيعاب هؤلاء الخريجين، سواء كانت خطة سنوية أو خطة 5 بخمس سنوات مقبلة. يفترض كل خريج حسب اختصاصه عندما يتخرج يجد له مقعد تعيين في الدولة ليعطي خبراته وما تناوله من العلم الأكاديمي في هذه الجامعة أو تلك ضمن اختصاصات معينة ليجد نفسه في بناء بلده وبناء وطنه. نعم. إلا أنه كثرة الفساد وكثرة الفوضى وسوء الإدارة وعدم التخطيط في البلد أدى إلى حرمان الإنسان الذي يستحق المكانة في الدولة، وأدخلوا بدلا عنه القريب والنسيب والمحسوبيات والجهلة في قسم كبير من دوائر الدولة، وحرموا الخريج الذي يستحق هذا الاستحقاق. فبالتالي المسؤولية تقع على وزارة التخطيط تحديدا، وأيضا على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. التخطيط شنو دورها أستاذ؟ تخطيط داود. تحسب فرص العمل. نعم. والحاجة إلى الاختصاصات في دوائر الدولة، اللي يخرجون عن التقاعد، اللي مثلا يحالون إلى التقاعد بأسباب صحية أو مرضية أو وفاة، أو الذين يستحقون السن التقاعدي، هاي تهيئ لهم بدائل يفترض وزارة التخطيط في كل دائرة. وبالمناسبة في كل دائرة يوجد قسم تخطيط بدوائرنا. هذا قسم التخطيط دائما يرفد الإدارة العامة والمدير العام باحتياجات هذه الدائرة للسنة القادمة، فبالتالي هذا المدير العام أيضا يرفع إلى الوزارة المعنية الحاجات للعام المقبل، وبالتالي يستلمون هذا التخطيط ويستوفون شروطه من قبل المعطيات التي تخرج من الكليات. باعتقادي هذا مفقود عندنا للأسباب التالية: أولا الفساد، ثانيا المحسوبية، ثالثا المال. يعني ما معقولة مثلا محاضر صار له 5 سنوات يحاضر مجانا، ومن يروح يقدم يقولوا له انطينا شدتين حتى نطلع اسمك ويا الوجبة الحالية.